مواجهة محفوف الإقليم بمواجهة صحراء. جول 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 جول، هدف أول يحرك المشاعر، يحرك المدرجات، هدف أول يعلن تقدم منتخب الإقليم. ميران يلعب الكرة الأمامية تجاه نوزاد، نوزاد لا توجد راية ولا صافرة، وهدف ثاني، هدف ثاني، هدف ثاني، هدف واحد لا يكفي، يأتي الثاني وتتحقق الأماني، هدف ثاني يحرك المدرجات. نوزاد شيرزاد لاعب نادي أربيل هو من يحرز الهدف الثاني، وتحية للجماهير. نوزاد، نوزاد العرضية موجودة والرأسية موجودة، وجول شيرزاد، نوزاد شيرزاد صاحب الهدف الثاني يحرز الهدف الثالث، هدف ثالث يلهب، يلهب حماسة الجماهير. مازال الهجوم مستمر، تصل إلى أماد، أماد إلى هيلغورد، هيلغورد 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 هيلغورد، مهارات فردية أكثر من رائعة. جول هيلغورد هيلغورد هيلغورد، هدف رائع. هجوم الآن لصالح داخل منطقة الجزاء، خامس 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 خامس، بيروزا بيروزا. صالح تحضير، خذوات رائعة خطيرة خطيرة، سادس 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 الهدف.